هاي من حي الشيماء، مثل ما تشوفون الشركة المنفذة لا إشارات تحذيرية عن مكان العمل، لا شيء، استهانة بأرواح المواطن لأبعد الحدود. اليوم صبحنا بهذا الحادث من الصبح، الحمد لله ما صارت ذيك الأضرار القوية بالشخص، لكن السيارة تدمرت. كان صاحب هذه العجلة يسير حتى وجد نفسه داخل هذه الحفريات، وانقلبت الدنيا به بعد انقلاب عجلته، والسبب هو غياب وسائل التحذير والأمان في مشروع للمجاري بحي الشيماء الواقع بالجانب الأيسر من الموصل. والله هذا طول كثير، المشروع حيل تأخر، يعني صار له تقريبا سنة ألا شيء، كثير شغلات، يعني الطرق، الأطفال يقعون بها بالمجاري. سكان الحي يشتكون من التلكؤ والتأخير والمخاطر التي تلاحقهم، فلم يقتصر الأمر على العجلات فقط، إنما على الأطفال وطلبة المدارس الذين يهددهم خطر السقوط في هذه الحفريات. السيارة وقعت هناك، والأطفال الاثنين وقعوا قبل فترة، يعني يعرفون، حتى شركة الرافدين تعرف، والمجاري يعرفون، أكو أطفال وقعوا بي، حتى الآن تروح تشوف أنت، يمكن تشوف اللي قاعد في الجوة، أكو بواري بعدها يعني مفتوحة، ما بيها حتى طبقات ما بيها. حاولنا الحصول على معلومات من المهندس المسؤول عن المشروع لبيان أسباب التلكؤ وغياب وسائل الأمان في العمل، لكنه لم يكن متواجدا، ويبقى حق الرد له مكفولا. السيارات توقع، وأكو تأثير على المدارس، أطفال كلها دعت تتأذى بيها، الطلاب الموظفين دعت يتأخرون على الطلعة والدخلة، الزحامات، والله تقريبا 95% فساد، 95% فساد. شنو ذنبك؟ ذنبنا شنو؟ ذنبنا عراقي، ذنبك عراقي، انت عايش بالموصل وكلها تجيك من الخارج ما خليك تشتغل. ما بين التلكؤ والتأخير من جهة، وما بين المخاطر التي تلاحق المدنيين من جهة أخرى، يقف المواطن منتظرا الخلاص من هذا الكابوس الذي يلاحقه منذ عام كامل. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.